مشاهدينا، وللحديث أكثر عن ملف قانون العفو العام في العراق ينضم إلينا من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي الأستاذ مظفر الخميسي. مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بكم أستاذ مظفر. ائتلاف المالكي يقول أن حكومة السوداني تعتزم إلغاء قانون العفو العام، كيف تفسر هذا الإصرار السياسي على عدم تمرير قانون يعني ربما سنوات وأكثر من دورة انتخابية يوعدون الناس على تمرير هذا القانون؟ بصراحة أعتقد أني أنه القانون هذا ما راح يعني ما راح يفعل أو ما راح يمرر، لأن هذا القانون إذا طبق بالرغم من كل مساوئه ومن كل عيوبه ومن كل المشاكل الجانبية اللي تعتريه راح يفتح صفحة جديدة. أولا الناس اللي سيقت إلى السجون والمعتقلات بأسباب واهية أو أسباب طائفية أو بتهمة المخبر السري أو غيره أو غيره، هؤلاء الناس، هؤلاء الشباب، هؤلاء المظلومين اللي يملؤون السجون، هذول اللي راح يطلعون راح يفتحون كل الملفات، راح يتكلمون يعني على الوضع. بجانب آخر أكو شيء ثاني راح ينفتح، مشكلة جديدة للحكومة تنفتح، أنه الناس اللي محسوبين الآن معتقلين وهم بالأصل مغيبين أو مستشهدين أو مقتولين أو سميهم ما شئت، هذول كلهم لازم الحكومة تبرر أين هم، وين مكانهم، وجودهم، عدم وجودهم. فهذا كليته ما يفيد الحكومة، ما يفيد يعني راح يأجج الرأي العام أكثر مما هو متأجج، وراح تلتهب منطقة العراق أكثر مما هي ملتهبة. طيب، لكن يعني ذوي المعتقلين يطالبون باستمرار بالإفراج عن أبنائهم ومعتقليهم، وتعهد السياسيون بأكثر من مرة وأكثر من مناسبة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، أين ذهبت كل هذه الوعود والتعهدات؟ كلها تعهدات كاذبة وتعهدات كانت وقتية، كانت حكومتهم ما متشكلها صار لها سبع أشهر ثمان أشهر يعانون من 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 عدم تشكيلها، يعانون من خلافاتهم السياسية. نعم، كان لابد انه يتوافقون على شيء هلامي، شيء معين يتوافقون عليه، يقعدون الناس، وبعدين هذه الناس اهل المعتقلين واهل اهل السجناء من السهل اسكاتهم، هناك مليون تهمه ومليون سبب انه يسكتون الناس، بالارهاب، بتهمه الارهاب، بتهمه العماله للسفاره الامريكيه، بتهمه الصداميه، بتهمه الظلاميه، كل التهم موجوده لاسكات الناس وخافتهم. المهم هم مشوا شغلتهم وشكلوا حكومتهم. إذن هو عبارة عن قبول مرحلي فقط من أجل تشكيل الحكومة، وبعد ذلك يعني يظهر الوجه الآخر للمتعاهدين أو الذين طالبوا بتمرير هذا القانون. نعم نعم أحسنت، هو هذا كان المراد من 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 فبركة قانون العفو العام، هذا كان المراد من عنده، إسكات الناس وخداع الناس بهذه الطريقة. على الجانب الآخر، زعيم ميليشيا العصائب يقول أن إقرار هذا القانون يعرض الأمن الداخلي في العراق للخطر، لكن السؤال هنا، ألا يهدد الخزعلي وميليشياته بطائفيته الأمن الداخلي وكذلك الإقليمي؟ لا، هو بنظر بنظر بنظره ونظر الآخرين اللي ويا شركاء بالعملية السياسية هذه، بنظرهم أنه هم يؤمنون وحدة العراق ومحافظين على العراق بسيطرتهم على الحكومة، بسيطرتهم على الشارع، بسيطرتهم على الأموال، سيطرتهم على الحكومة، على كل مفاصل الحياة، في حين أنه الجميع خارج العراق، خارج هذه النخبة السياسية، خارج الكل يرى أنه العراق ينجر إلى الهاوية سريعا. عندك مثلا معهد خرونينغن السياسي اللي تابع جامعة خرونينغن شمال هولندا، هم يقولون أن الطبقة السياسية، قيس الخزعلي وميليشياته، يجعلون العراق ورقة بيد إيران ويجرون العراق إلى الهاوية سريعا. هم يجرون العراق إلى الهاوية سريعا، لكن يرون أنه العراق الآن بأمان، وإطلاق سراح الناس والمظلومين والمعتقلين هو اللي راح يهدد الأمن بالعراق. بموازاة خط قيس الخزعلي، ائتلاف المالكي يبرر سبب رفض إقرار القانون بشمولها الإفراج عن المتهمين بالإرهاب، يعني يسمي من سيتم الإفراج عنهم إرهابيين يشكلون خطر على المجتمع، ولماذا لا تزال هناك خلافات سياسية بشأن تأويل بين قوسين مصطلح الإرهاب بعد 2016 بعد صدور هذا القانون؟ طبعا، لأنه هي كلمة إرهاب إذا تبقى هلامية، نعم، تبقى تطبق على أي واحد ضدهم،
راح تبقى تفيد اللي موجودين الآن بالحكم. اللي عارض عملتهم السياسية هو إرهابي، اللي يتكلم عن فسادهم هو إرهابي، اللي يتكلم عن 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 قوانينهم غير الإنسانية هو إرهابي. نعم. الكلمة تطبق على أي واحد يخالفهم بالرأي ويخالف سياستهم، فمو من مصلحتهم أنه القانون كلمة الإرهاب تطبق بصورة نظامية، يعني الناس تعرف منو الإرهابي منو المو إرهابي، في حين من جانب آخر أنه الإرهابيين الحقيقيين والفاسدين والحرامية يتجولون عيني عينك ومطلقي السراح ويسيطرون على كل الوضع بالعراق. طيب هنا لو لم أو لو يعني رفضوا تمرير هذا القانون، ما الذي بقي أمام ذوي المعتقلين الذين يصبرون وينتظرون سنوات وبعد العهود والوعود ولن يمرر هذا القانون؟ للأسف أنه أهالي المعتقلين وأهالي الناس اللي مغدورين ومضطهدين بالسجون، هؤلاء يصدقون بكل الوعود اللي موجودة. الطبقة السياسية، الطبقة السنية السياسية صدقت بالوعود الكلامية، حالهم حال الطبقة السياسية الكردية، لكن الطبقة السياسية الكردية لأنه يعرفون ويا من يتعاملون أخذوا تعهدات وأخذوا يعني وعود كانت معدة للتطبيق، لكن السياسيين السنة بكل غباء صدقوا بالوعود الكلامية، وهذه لم تكن أول مرة ولن تكون الأخيرة. من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي الأستاذ مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.